المتغيرات التي يعرفها الواقع اليوم باتجاه بناء دولة قوية بمؤسساتها فتحت أبواب الأمل لفئة مهمة جدا في المجتمع، الطلبة الجامعيون، ليسارعوا بنشر ثقافة الأمل لما لمسوه من الجو العام السائد. صار تغيير في البلاد، والتغيير هذا شغل فتح باب الأمل في وسط الشباب، للشباب والطلبة باش يكونوا يشاركوا في جميع الميادين. ونحن درنا الفعاليات تاع الملتقى تحت شعار اللهم اجعل هذا البلد آمنا، باش نزرعوا الأمل في وسط الشباب، وبدينا بالنخبة تاع المجتمع اللي هما طلبة. الهدف تاعنا هو زرع ثقافة الأمل في أوساط الشباب، لأن الشباب تاعنا فقد الثقة، فقد ثقافة الأمل هذه، شغل كما يقولوا محاربة بما يسمى التيئيس. الهدف منه زرع الأمل في وسط الشباب وخاصة في وسط الطلبة، ورفع من فكر الطلبة للتقدم الى الامام. ولاو بزاف يقولوا لك ما وليناش ما نقدروش نديروا هذه، ما نقدروش نديروا هذه. احنا درنا هذه المبادره هذه باش من دار وجديد نزرعوا الامل فيهم ونبعثوا فيهم الطاقه من اجل بناء الجزائر الذي هو شعار هذا التضامن الوطني الطلابي اسانه. هذا الملتقى المنظم في يومين يهدف أساسا لإشراك الشباب الجامعي بما يحمله من وعي وفكر في إحداث التغيير والمساهمة في وضع حجر أساسي المستقبل الجميل.